هجرتك إلى كندا، ويمكن وقفت فترة كبيرة عن الفن والعودة من جديد، كلمنا عن هذا الإحساس وهذه المشاعر اللي أكيد الفنان ترى تكون عليه صعبة. ما في شك، مش بس فنان، حيالله إنسان. يعني أنا يا صاحبي بقول لك بكل صراحة، لأنه أنا جربتها وضقت طعمها. الهجرة هي بحد ذاتها مذلة للإنسان، انك تقتلعه من شلوشه، من بلده، من محيطه، من بيئته، من اصحابه، من حبايبه، ويروح يعيش ببلد ما بيشبهه، يحاول يتاقلم، يحاول يرجع يبني اصدقاء. صعب الشغله، صعب كثير. انما انا لسوء الحظ هالقد عندنا مشاكل بلبنان، ولما رجعت الحرب بال 2006 اخذت قرار، لانه انا عشت الحرب اللبنانيه وانصبت بالحرب اللبنانيه وبيتنا احترق بالحرب اللبنانية، تأذينا كتير. قلت ما بقى بدي عيش ولادي مثل ما أنا عشت، ما بدي إياهم يسمعوا قذائف ويشوفوا دم ويشوفوا هالقصص، بدي بعدهم. يعني كان في غريزة أبوية كان عبالي أخدهم شيلهم وبعدهم، يعني خطهم تقريبا على القطب الشمالي. وهلأ بحزن لأنه ولادي لهم 12 سنة بكندا. أنا رحت أول فترة عشت معهم، وكنت على اساس انه ضل هنيك بعمل شغل، لانه انا اختصاصي اخراج. انما ما قدرت، يعني ريحه بيروت وريحه الارض ببيروت، بس تشطي ببيروت اكتشفت انه هيدول قصص من اساسيات الحياه لإلي. ما كنت عارف هالقد عندي تعلق بوطني وببلدي وبحبايبي وبارضي. اضطريت ارجع، انما روحت وقت كتير بين لبنان وبين كندا، كان عندي ضياع ماني عارف شو بدي اعمل. الى انه اخترت ولو على حساب انه ما اشوف ولادي، لانه ولادي مره قالوا لي انه يا بابي اذا متضايق ومخنوق بكندا ارجع على بيروت. ويمكن كنت ناطر اشاره منهم حتى يعطوني الجرين لايت مثل ما بيقولوا لارجع على بيروت.